السلام عليكم. إنه زلزال حقيقي داخل الجيش الجزائري، فقد أحيل أصغر ضابط سامي الجنرال محمد قيدي على التقاعد، وهو الذي كان يشغل أحد أكثر المناصب استراتيجية داخل قيادة أركان الجيش. هذه الإقالة تضعف الجيش الجزائري الذي كان يعيش على وقع حروب داخلية لا متناهية، وتشكل هذه الإقالة في حد ذاتها زلزالا، إذ كان محمد قايدي عمليا الرجل الثاني في قيادة أركان الجيش الجزائري، وهذا منذ قام الرئيس الحالي للجيش والدولة الجزائرية الجنرال سعيد شنقريحة بتعيينه في أبريل 2020 كرئيس دائرة الاستعمال والتحضير داخل قيادة الأركان، وهو منصب تنسيق عمليات استراتيجية يسمح للجنرال قايدي بأن تكون له اليد العليا على مختلف قوات الجيش.